لكمش غيري. ايوه عمران، انا عايز اعرف انت ازاي اخدت دورك في مسلسل تحت السيطرة؟ والله الدور بتاع تحت السيطرة انا تقريبا مستنيه بقالي اكتر من سنة، لان انا تامر محسن هو المخرج الوحيد اللي انا كلمته من غير ما اعرفه، من غير ما اقابله قبل كده، وطلبت منه ان انا اشتغل معاه، وده كان بعد ما شفت شغله في بدون ذكر اسماء. وما كلمته وباركت له وقلت له انا نفسي اشتغل معاك، يعني لو في اي فرصه جايه او حاجه تنفعني. فقال لي ان هو اصلا كان نفسه ان انا اشتغل معاه في بدون ذكر اسماء، بس هو ما كانش في اي دور يليق عليا ساعتها. ليه طفل شارع؟ ممكن بليق اكتر في البودره. في مشهد شفته والصراحه مش قادر اصدقه ان المشهد ده ممكن يبقى واقعي اصلا، مدمن الهيروين يوصل به الدرجه انه يانجك وفي قلب الكمين، يعني يسجر العربيه عليه ويضرب في قلب الكمين والظباط حواليه بيخبطوا له على الازاز، يعني باي منطق ده مشهد مفتعل؟ افتح الباب، انت بتعمل ايه؟ افتح الباب، افتح 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 الباب، افتح الباب. مش مبنيه من خلال المؤلفه مريم نعم. الضابط في الحاله دي ما كسرش الازاز عشان ما يبوظش الاجراءات. انت ابناء جيلك اللي ظهروا معاك في 99 و2000 بقوا نجوم صف اول دلوقتي. داليا البحيري نجم صف اول. ده حقيقي. احمد الفيشاوي نجم صف اول. ده حقيقي. احمد عز. مين تاني من ابناء جيلك؟ خالد ابو النجا، احمد حلمي حتى يعني قبل يا راجل، ده الناس اللي ظهروا بعديك. العزيز كل ده في الفتره اللي الناس اللي ظهرت بعديك، اللي هو الجيل اللي ظهر في اواخر التسعينات اوائل الالفينات، هو ده كل ده. طب انت احساسك ايه لما الناس اللي ظهرت معاك او ظهرت بعديك بقوا نجوم صف اول وانت لسه بتحاول؟ بالعكس، انا الناس دي تعرفني كلها وعارفين ان انا يعني ما عنديش حته الغل والنقمه دي. بالعكس، انا لما حد زميل او صديق قديم وبينجح انا بتبقى سعادتي كان انا اللي نجحت يعني، وهم عارفين كده كويس كلهم. بس اللي حصل، انا عندي عيوب مثلا لازم اعترف بيها، انا شخصيه مش ناجح قوي ولا شاطر في تسويق نفسي. انا شخصيه تكنيكال يعني، شخصيه مهنيه قوي، انا اشتغل لكن ابيع ما اعرفش ابيع. يعني الموضوع ان انا انزل ابيع البضاعه دي او ابيع اللي عندي ده، انا بصراحه فاشل فيه.